السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله بخير. اليوم جاناكم مقطع جديد ولعبه يورو تراك سيميليتر 2، لعبه محاكي الشاحنات. وطبعا يا جماعه الخير، نحن هلا حاليا في خريطه السودان الموجوده في اللعبه. وطبعا بعتذر من حبايبنا اهل السودان على هذا المقطع، يمكن يعجبكم يمكن لا، ويمكن تقول انه هذا المكان ما موجود اصلا في الخريطه، ويمكن المكان اجمل من هيك. وطبعا هذا الشيء صحيح 100%، لان يا جماعه الخير الخريطه ما بتجسد الشيء واقعي يعني 100%. فمشان هيك يا جماعه الخير انا يعني ترددت شوي بتنزيل هذا المقطع، بس شفت كثير تعليقات عم تجيني بتقول لي يا احمد انه روح على السودان وروح على السودان وعمل خريطه السودان وكذا. بس مثل ما بتعرفوا يعني بخريطه السودان او بالخريطه الموجوده في اللعبه ما في غير منطقه واحده واللي هي اسمها محمد قول، مثل ما شايفين هي. طبعا اضطريت اجي لهون وناخذ منها حموله ونطلع نرجع لمصر الحبيبه. طبعا رح نطلع هيك من هالمكان، هذا مدينه حلايب يمكن، وبعدين نجي على شلاتين مثل ما شايفين هون. طبعا يا شباب خلونا نورجيكم السياره اللي معنا. مثل ما شايفين قدامكم معنا سياره فخمه من العصر الذهبي، طبعا سياره مرسيدس اس كي. طبعا اللي بيعرف موديل هالسياره اكتب لها في التعليقات. ومعنا حموله تراكسات صغار او جرافات شو بتسمون. طبعا رح نطلع فيهم على الطريق مباشره، فخلونا نورجيكم الشكل الداخلي. ماشي في قدامكم هذا هو الشكل الداخلي، فيها سرير هون، هون في سرير كمان شايفين، شيء خرافي يا جماعه الخير. هي الشاحنه من الداخل. طيب قبل ما نبدا المقطع بتمنى منكم صلاه على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام، ولا تنسوا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى تصحكم كل جديد، وبترككم مع المقطع مشاهد ممتع. طيب خلونا نظبط فريليب مثل ما شايفين ونطلع على الطريق مباشره. بسم الله. هي مثل ما شايفين هي القريه الموجوده. طبعا كتبوا لي في التعليقات اذا في قريه تشبه هاي القريه بالواقع ولا مطورين او مصممين جايبين العيد بشكل كثير كبير. مثل ما شايفين هي هون في جمل، كمان شايفين جمل، وهي هون عم بيبيع بنزين هذا ولا شو عم بيبيع ما بعرف. الله يكون بالعون. تفرج يا حبيبي، تفرج اتفرج على المكان القديم. طبعا يمكن بالايام القادمه نلاقي خريطه غير هالخريطه ونرجع على السودان الحبيب ونشوف الوضع. لحظه يا شباب شوفوا شو مكتوب هون. فالمطورين الله يصلحون بهذا الشكل ظبطوا الخريطه. فمثل ما عم قلكم ان شاء الله بركي بالايام القادمه نجي وبنشوف الوضع بافضل من هيك. ما شايفين طالعين هلا هون، هاي السودان هون، هاي منطقه السودان. رح نطلع مباشره على الحدود ونشوف شو الوضع هنيك كمان. طلع الناس ماشيين والله بالشارع هيك. شغل شغل يا حبيبي، شغل الدفلوك لاني الطريق كثير وعر. طبعا معنا هدول الجرافات او هدول شو بتسمون انتم يا جماعه الخير؟ الشوكه ولا شو بتقولوا لهم انتم؟ كل واحد يكتب لي في التعليقات شو بيقولوا لهم في بلدهم. ما شايفين امرأتنا سودانيه، شايفين يا حبايب؟ الله يا معلم طلع روح. يا عيني على الطريق ما اجمله، طريق حلو بس المكان مو حلو. هي هون شوفي هون الشرطه كمان، يا لطيف. طريق وعر كثير كثير يا شباب، كثير وعر، يعني تحس طالع باوف رويد، انت مالك طالع بمكان مدينه ولا شو الوضع، يعني ضيعه هاي. شو هذا اللي جاي على الطريق؟ لحظه لنشوف. حلو، طريقنا على اليمين. خير يا جماعه الخير. طيب مصر على اليمين، بور السودان على اليسار. بور السودان حاليا مغلقه مثل ما شايفين، عندنا مصر فقط على طريقنا على اليمين. عرض يا حبيبي عرض. كيف واحد رح يطلع من هون؟ شايفين؟ محمد قل، ها اسمه محمد قل يا جماعه الخير. على اليسار هاي المدينه اللي كنا فيها يا شباب، او المنطقه الموجودين كنا فيها. الله يستر. بيخربوا بزياده ولا شو؟ تحياتنا لاهل السودان ولحبايبنا اهل مصر. جينا على مصر هلا يا جماعه الخير، طالعين من السودان لمصر، فراح نشوف الاستقبال هلا. طبعا يا شباب رايحين نحن فتلنا اغلب المناطق او اغلب البلدان الموجوده في الخريطه عندي في اللعبه. طبعا رحنا على المغرب، على الجزائر، على تونس،
ليبيا لسه ما رحنا عليها ولا تونس بشكل كتير كبير. يعني تونس حتى رحنا على منطقة كتير صغيرة ما في غيرها كمان ففتلناها ورجعنا على المبدأ هذا. بالنسبة لباقي المناطق الثانية يا جماعة الخير مثل الشرق الأوسط في عنا فلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، في عنا العراق، رحنا كمان على السعودية وعلى مصر سابقا كمان جينا. فيعني اللي ما شاف المقاطع بتلاقوهم في عنا في القناة، عملكم قائمة تشغيل اسمها يورو تراك سيميليتر تور، روحوا شوفوهم كتير رح تستمتعوا فيهم. يعني عن جد عملت كل شيء بقدر بعمله، وان شاء الله يعني اذا لقينا خروع الثاني تكون اجمل من هيك ان شاء الله نرجع بنروح نعيد الدور مره ثانيه ونختار سيارات حلوه احلى من هيك، يعني بنظبطكم الوضع. تحياتنا لكم، الله يسعدكم. هاي اليوم ما في معنا لا ثلاجه ولا معنا شيء ابدا، اليوم ناشفه يا جماعه الخير طالعين هيك، حتى مي ما اخذ مي، يعني هون اذا بعطش الله بنضيع في الصحراء الله وكيلكم. والطريق كتير كتير وعر، بتحس كاني يعني بدها هون كان شاص يا جماعة الخير، ما بدها شاحنة. هيتفرجوا الشاحنة شلون عم بترقص، عم بترج رج يا حبيب. حلو، وأخيرا نطلعنا على طريق يكون فيه أسفلت، فيه زفت، ظبطينه يعني بشكل نظامي. بس قربنا على الحدود يا جماعة، قربنا على الحدود المصرية السودانية. تحياتنا لأهل مصر وللسودان، الله يسعدكم جميع. جماعة المرسيدس وينكم يا حبايبنا وينكم؟ حلو، جينا على الحدود يا جماعة. شو اسمه هذا الحدود؟ جمهورية السودان، مظبوط. طلعنا منها. هي هون محبر شكيت، محبر شكيت على ما أظن. هيك اسمه يا جماعة ولا خطأ كمان؟ طريقنا ذهبية، شلون هيك؟ يلا حبيبي يلا عجل. ورجيني. يا أخي والله فخامة، فخامة المرسيدس يا جماعة. يلا يا حبيبي يلا مشينا بسرعة، عنا حمولة مستعجلة. يلا يا حبيب شكرا، الله يسعدكم. حبايبنا للسودان، وإن شاء الله رجعنا لكم بخريطة جديدة إن شاء الله. تعالوا ندخل على مصر هلا. رح ندخل على مصر يا جماعة. شكرا. هي بس فتحت الإشارة، يلا فتحت. شكرا، الله يسعدكم حبايبنا من مصر يا جدعان. مرحبا بكم في مصر يا حبايبي. طفف السرعة، رح نسرع شوي لأني قدامنا طريق طويل، لازم نسرع. عم يقول لي خفف السرعة. ميناء قسطا البري، حلو المعبر هذا، المعبر الحدودي يا شباب. حلايب، شو اسمه يا جماعة؟ والله حلايب، ها حلايب شلاتين، مظبوط يا حبايبنا الله يسعدكم. هون الطريق بينته كله صحراء، شايفين كله صحراء يا شباب، يعني ما في مدينة ولا في طريق ولا في شيء غير اوف غير هذا الطريق الصحراء، وشايفين you
قالوا يا شباب جينا على مدينة حلايب، شايفين حلايب صارت يمكن من هون تندخل ولا من وين؟ طبعا يا جماعة بقص شوي من المقطع لأني الطريق كله نفسه، عرفتوا كيف؟ بس صحراء صحراء صحراء، فالأشياء الحلوة عبعيفة والأشياء اللي متكررة كتير، يعني طريق متعرج كتير عبشيلة من المقطع مشان ما يطول كتير، عرفتوا كيف؟ مشان تستمتعوا بالمقطع أكثر من هيك. فيمكن وصلنا على حدود ولا شو القصة ما بعرف. وصلنا على حدود، كمان حدود سودانية. شو القصة يا شباب؟ قطعنا للسودان على ما أظن. السودان إلها كم حدود يا شباب؟ ورجينا شو؟ وينها؟ والله هذا علم السودان وعلم مصر، تحياتنا والله. بس هي المنطقة لم ينتابها. طيب حلو، الحدود بهذا الشكل قطعنا هيك يعني. شو هالحدود هذا؟ شلاتين مرسي علم. حلو، شلاتين 8 كيلومتر، هاي المنطقة رح نروح نوصل عليها للحمولة اللي معنا. بالنسبة للعلمين هدول اللي شفتهم ما بعرف، غريب يعني. هلا هون في علم مصر وعلم السودان، هل يا ترى يعني في جزء ثاني للسودان ولا شو الترتيب؟ يلي بيعرف يكتبنا في التعليقات الله يسعدكم. حلو، هاي دخولنا على مدينة شلاتين او الشلاتين، تحياتنا لأهل مصر. طبعا ما بعرف اذا كان في مدينة نفس الاسم هذا ولا لا، كمان لاني صار يعني المصممين عم يجيبوا يعني اسم قرية صغيرة بيحطوه على اسم مدينة كبيرة، واسم المدينة الكبيرة بيحطوه على اسم مدينة صغيرة، فشو القصة وشو الترتيب ما بعرف يعني. هل يا ترى هل هذا الشيء صحيح ولا لا؟ الله العليم. مثل ما شايفين طريقنا هلا على اليمين، يا رب بسم الله. دخلنا على مدينة يا اخي، وين المدن وين الصحراء؟ غير شكل. حلو، دخلنا هالمدينة، هي ما اجملها والله، مدينة كبيرة. شلاتين، شلاتين، حلو يا عيني. طريقنا يمين، معلش نقطع الإشارة، يلا ما في حدا مقطع. الطريق لقدام مسكر يا شباب، هي الشرطة هون. المدينة فيها يعني مباني كبيرة ومباني صغيرة، وكمان هونيك في شيء عم بيحرقوه ولا شو القصة ما بعرف. شو هذا اللي هون صاير؟ يا لطيف، كأني بناية محروقة ولا بناية مفجورة ولا شو الترتيب؟ هون في حادث؟ يا ربي دخيلك، رجعنا على الحوادث ورجعنا. ها هي هون مكب نفايات، يمكن مكب نفايات. حلو، طريقنا يمين يا حبيبي، يمكن بدهم هدول الجرافات اللي معنا او الشوك اللي معنا بدنا نقلوا فيهم بيضاء او هيك شيء، الله العليم. مثل بلاط يعني، مواد بناء يعني بدي يشيلوا فيهم يمكن. حلو، عفا عملك عملك يا حجي، عملك عملك يا حجي، خبطتنا بس انا الحق علي قطعت الطريق دون ما ازمر لك. يا رب. اخ هاي جينا على مدينة شلاتين، الله يسعدكم. صف لهم الحمولة هنيك. والله يا جماعة الخير، مثل ما شفتوا بهذا المقطع كنا بالسودان الحبيب. طبعا اعتذر منكم مرة تانية، وجينا على مصر مدينة شلاتين. طبعا تحياتي للشعبين الحبيبين على القلب، وتحياتي لكل شعب يتابعنا من وين ما كنت عم تكون. وطبعا يا شباب بتمنى منكم لا تقصروا معنا، وصلى على رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام، ولا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، وتابعونا على الحسابات الموجودين بصندوق الوصف والقناه الاس جي ام. وتحياتي لكم، واترككم بامان الله وسلام.